نبتدي بأخبارنا وأخبار الرئاسة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع واللي بيشتغل فيه 150 شركة بحجم عمالة حوالي 100,000 عامل وفي كل التخصصات. وخلال الاجتماع وجه سيادة الرئيس بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم باعتبارها شرايين للتنمية وبتخدم أهالي المحافظات والمدن. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل، وقد استعرض الفريق كامل الوزير جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لا سيما الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مرسى مطروح، والذي يمتد بطول 660 كيلومتر وتعمل في إنشائه 150 شركة بحجم عمالة حوالي 100,000 عامل في مختلف التخصصات. كما عرض السيد الوزير في ذات السياق مستجدة التعاون مع المجموعة الألمانية دويتش بان لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاث، حيث من المنتظر أن تنشأ شركة وطنية تحت مسمى دويتش بان مصر، فضلا عن قيام المجموعة الألمانية بنقل الخبرات عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين في مقرات ومراكز المجموعة بألمانيا. كما تم عرض الموقف التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقا لأعلى المواصفات العالمية، والتي ستساهم في الارتقاء بالخدمة المقدمة لرواد قطارات الصعيد، فضلا عن استعراض الجهود المستمرة لتطوير أسطول السكك الحديدية خاصة الجرارات الجديدة وتحديث تلك القديمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الوزير استعرض كذلك الموقف الإنشائي لعدد من الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، خاصة شبكة الطرق والمحاور بين محافظات ومدن الدلتا، كذلك الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد إلى السلوم. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم، وذلك نظرا لأهميتها ولكونها شرايين للتنمية تخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة، فضلا عن مساهمتها الحيوية في عملية التنمية وتسهيل حركة التجارة وربط التجمعات العمرانية والصناعية والزراعية، إلى جانب تعزيز سلاسة التحركات للمواطنين واختصار زمن الرحلات بين محافظات الدلتا، وذلك بالتناغم والتكامل مع مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية. كما تم أيضا عرض عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، والذي يضم ميناء الدخيلة وميناء المكس الأوسط بما فيها ساحة الوضائع والحاويات والمنظومة اللوجستية الخاصة بالميناء والأرصفة البحرية. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم اوراق اعتماد 13 سفير من السفراء الجدد، منهم ميكولا ناهورمي سفير اوكرانيا وحسن ابراهيم موسى سفير اثيوبيا، ويعبر سيادته للسفراء الجدد عن تمنياته ليهم بالتوفيق في مهمهم، ويؤكد على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دول هذه الدول في دول أو دور هذه الدول في كل المجالات. تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 13 سفيرا جديدا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدد بالقاهرة، وقد عبر سيادته للسادة السفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم. سعادة سفير جمهورية تشيلي، سعادة سفير نيبال، سعادة سفيرة جمهورية إستونيا، سعادة سفير أوكرانيا، سعادة سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سعادة سفيرة جمهورية ملاوي، سعادة سفير مملكة كمبوديا، سعادة سفيرة جمهورية قبرص، سعادة سفير الجمهورية التشيكية، سعادة سفير دولة الكويت، سعادة سفير جمهورية سلوفينيا، سعادة سفير كومنولث أستراليا،
سعادة سفير مملكة إسبانيا. امبارح أجرى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وتقدم سيادة الرئيس بخالص التعازي للملك تشارلز الثالث وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، والتي قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود. وخلال الاتصال تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة ما يتعلق بموضوعات تغير المناخ واستضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27. كمان امبارح كان في اخبار وموضوعات مهمه، يمكن ابرز هذه الموضوعات ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الجمعيه العموميه لصندوق مصر السيادي، وكمان متابعه اجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادي اللي وجه به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايضا من بين الاخبار الهامه اللي حدثت بالامس نفي الحكومه للشائعات اللي ترددت بخصوص الغاء سنه 6 ابتدائي. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، منها ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي بحضور الوزراء المعنيين. كمان امبارح واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء متابعة إجراءات تنظيم المؤتمر الاقتصادي اللي كلف بيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الدكتور مدبولي إن المؤتمر هيكون فرصة لاستعراض ومناقشة التحديات في القطاعات الاقتصادية المختلفة والاتفاق على خريطة الطريق للتعامل مع الملفات الاقتصادية من خلال إجراء حوار مشترك مع مجتمع الأعمال. امبارح برضو التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع فيصل بن ثاني الثاني رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وأسيا في جهاز قطر للاستثمار وأعضاء وفد قيادات شركة أكور العالمية للفنادق والضيافة. تطرق رئيس الوزراء لخطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العلمين على الشريط الساحلي الممتد لمسافة 6 كيلومتر، باعتبار أن دي منطقة فريدة ومؤهلة لاستقطاب من 2 ل 3 مليون سائح كل سنة. امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول إلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2022-2023. المركز تواصل مع وزارة التعليم اللي قالت إن ده كلام مش حقيقي وإنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية. لو هنتكلم على صندوق مصر السيادي، يعني صندوق ليه شخصية اعتبارية ومستقلة وبيتمتع باستقلال طبعا مالي وإداري، وهو ده اللي بيخليه يعمل عائد مادي بيدير أمواله وأصوله بنفسه. خلونا دلوقتي نروح لجولة تانية في المحافظات، ومعنا النهاردة مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح وأبرزها صرف مساعدات مالية لعشرين ألف أسرة ضمن حياة كريمة في المنوفية، وتنفيذ مشروعات ضخمة لحماية شواطئ اسكندرية بقيمة مليار و650 مليون جنيه، وإطلاق قافلة طبية بيطرية للإبل في منطقة غرب العريش. أخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من جنوب سيناء وإعلان المحافظ اللواء خالد فودة عن اقتراب إنتاج 20 ميجا وات من الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ في إطار تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والاستعداد لمؤتمر تغير المناخ. في المنوفية أعلن علاء الدين حسن منسق حياة كريمة بالمحافظة صرف مساعدة مالية لعشرين ألف أسرة مستحقة بمبلغ 300 جنيه، وده من خلال بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصرية لسهولة التوصل للمستحقين وإعطائهم المبلغ عن طريق مكاتب البريد بكل سهولة ويسر دون مشقة. في الشرقية أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب تواصل سير عملية توريد الأرز لأماكن التجميع بالمحافظة واللي عددها 25 موقع تجميعي، وقال إن إجمالي كمية الأرز الشعير المورد لحد دلوقتي 39 طن و256 كيلو رز، وقال كمان إن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 226,092 فدان. في الإسكندرية أكد الدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية بجهاز شؤون البيئة بالمحافظة إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية ونفذت مشروعات ضخمة لحماية شواطئ المدينة من تأثيرات التغيرات المناخية،
بقيمة 1,650,000,000 جنيه. في المنيا أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية منقطين التابعة لمركز سامالوط، وتم الكشف الطبي على 1,768 حالة وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان. في سوهاج شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج حفل ختام الأنشطة السنوية لجامعة الطفل، وقال إن مشروع جامعة الطفل بيستهدف نشر العلم والثقافة بين الأطفال واكتشاف واحتضان المواهب المميزة. في الأقصر أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إنه تم صدور قرار بتخفيض درجات القبول بالثانوية العامة للحاصلين على الشهادة الإعدادية ل 215 درجة، وده في إطار الاستجابة لمطالب كتير من أولياء الأمور وإتاحة الفرصة أمام أبنائهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام. في الإسكندرية تم إطلاق مبادرة تنظيف قاع الشواطئ من النفايات والمخلفات بشاطئ ستانلي، وده في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمي COP27 وبالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة. في شمال سيناء نظمت مديرية الطب البيطري بالمحافظة قافلة طبية بيطرية للإبل في منطقة غرب العريش بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية. في أسوان نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية للكشف المجاني بمنطقة السيل التابعة لمركز أسوان وقرية عزبة سليم التابعة لمركز كومامبو، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والقافلة أجرت الكشف الطبي والفحوصات ل 3,353 مواطن بالمجان.